بصرنا نرحب معنا عبر الاتصال الهاتفي من المشتى المشرف على المهرجان الأستاذ وائل صباغ، مشرف مهرجان دلبيت مشتى الحلو الخامس للثقافة والفنون لعام 2017. يسعد صباحك. صباح الخير، صباح النور من مشتى الحلو، من الدلبي، من النبعة، من الطبيعة الحلوة. الله لألكن. الله، يعني شهيتنا نقطة مي من الدلبي يا وائل. وائل يسعد. يا ريت يعني جيبكم معي هلا وشربكم من مية الدلبي. كن شاء الله صحة وهنا. وائل وائل، أول شيء مبروك افتتاح المهرجان يلي انطلق ب 20 الشهر ويلي رح يستمر ل 28 الشهر. خلينا نحكي عن 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 المهرجان، خلينا نحكي عن هيدا المهرجان يلي هو الخامس وشو بيتضمن من فعاليات. تماما، نحن بلشنا من 5 سنين بهذا المهرجان من وراء قصة بصدفة صارت كمان معنا بشجرة الدلبة. هاي الشجرة الكبيرة التاريخية اللي عمرها أكثر من 500 سنة الموجودة بمنطقة مشتى الحلو قبل ما يوجد الإنسان حتى فيها. هاي الشجرة بتعنينا كثير روحيا، وهي مثل في كثير يقول لي مثل مخزون تراثي لنا عبر الأجداد وعبر الآباء. فعملنا شدع بصدفة غريبة، فعملنا منها منحوتة وانطلع الملتقى تبعنا من هنيك. سمينا الملتقى الأول أو المهرجان الأول بمهرجان الولادي. هي المنحوتة اللي طلعت من جذع الدلبي اللي إيدها بالسماء بترمز الانتصار وإيد الأرض بترمز الانتماء والبقاء بهي الأرض. وهيك كان بدايتنا بمهرجان الدلبي، واخذنا بعدين مثل وعد احالنا انه نحن لازم نستمر بهي الرساله، ما لازم نوقف. نعم. وكفينا سنه بعد سنه، السنه الثانيه كان اسمها ارتقاء، السنه الثالثه اسمها سوريا ارض الروح، والسنه الرابعه جماوي كوشي سوريا، وهي السنه بالنسخه الخامسه عنوان مهرجاننا سوريا الشمس المشرقة، سوريا اللي شمسها دائما بتضوي على الكل وبتنور على الكل. أكيد. وائل، يعني باعتبار عم نحكي عن المهرجان اللي هو بيستمر من 20 ل 28 الشهر، يمكن سمعنا شوي جنبكم صوت الشباب اللي عم يشتغلوا بالنحت. خلينا نحكي شو بيتضمن البرنامج من الصباح للمساء حاليا، يمكن في ورشات نحت تعرفنا أكثر. تماما. هلا الملتقى النحت هلا ما يتتابع، يعني في نحاتين اليوم رح يلتحقوا فينا جايين من الشام لظروف معينه، رح يبلشوا معنا اليوم. امبارح وصل الاستاذ انطوان بصبوص من لبنان، كمان بده يكون معنا، بلش عمله اليوم. الشباب بهم كثير عالي، يعني انا على مستوى الشخصي بقعد هيك بتقولي مثل بسلطن على صوت المطرة والازميل. اشكال رائعه متنوعه، يعني تنوع كثير حلو. 14 عمل نحتي، منه العمل حديد رح يكون موجود. بلشت الاعمال يعني هيك تاخذ شكل التوقعات هيك، انه هاي شو في كثير جو حلو مع ملتقى النحت. هلا نحن حابين انه الاطفال اللي موجودين معنا بالضيعه يكون في تواصل بينهم وبين النحات بطريقه تفاعل، سؤال وجواب، وممكن ياخذ معه الطفل شيء عنده على البيت يرجع يجيبه ثاني نهار يورجينا الفنان، يصير في هذا التواصل. فحقيقه الحاله منكرسه من خلال الطفل، واليوم رح يجوا الاطفال شيء الساعه 10:30. نعم. رح يكونوا يجوا على الفنانين، يصير في تواصل بيناتهم، ممكن يولد شيء كمان عن هذا الطفل رح نعرضه باخر المهرجان. امبارح كان في امسيه لطلاب الجيتار كمان بالمغاره. اليوم في ورشة عمل كانت ضمت 40 يوم مع الدكتور محمد قارصلي، ورشة عمل بالسيناريو والمسرح، كان كثير حلو وكثير رائع انه قدرنا نطلع 6 أفلام قصيرة كاملة جاهزة من هي الورشة، و16 سيناريو. اليوم رح نعرض الأفلام اللي اشتغلوها الشباب، كله شغل ذاتي، يعني كلها الفكرة والتصوير والمونتاج ما بعرف كيف بدي اشرح لك الحالة اللي يعيشوها الشباب. أنا صراحة كثير يعني مبهور فيها. 10 شباب وصبايا قدروا يعملوا بهمة طبعا الدكتور محمد عارفني، يقدروا يعملوا هذا الشيء 6 ما يناموا، يعني 5 الصبح ما يضلوا يمنجوا الافلام تبعيتهم بحاله فظيعه. في صبيه كانت ما تشتغل، تركت الشغل، انا بدي ضل كفي يعني قديش انت هاي التفاصيل الصغيره يعني احكي لكم اياها. هي مشان ورشه الافلام. بكره في كمان ورشه المسرح بدها تقدم كمان عرضها اللي ضل 40 يوم يشتغلوا. نعم. بعدين في عندنا لقاء غنائي، طبعا هذا كله مع استمرار الملتقى النحت. ب 25 بده يلتحق فينا عدد كبير من الفنانين التشكيليين على مستوى كثير مهم بسوريا، وراح يعملوا معرض ب 25 ويرسموا لوحه لتكتمل هي الحاله الفنيه الرائعه بين النحت والرسم والموسيقى. نعم. ب 26 27 28
رح تكون عنا انطلاقة بجديدة للمهرجان ب 25 مع السيدة ميادة بسليس بحفل بظن أنا رح يكون فوق العادي تحت شجرة الدلبي بحضور كثير كثيف وجماهيري رائع. 26 كورالنا رح يحيي حفلة كورالية مشتاوية هيك إذا فينا نسميها كمان تحت الدلبي. ب 27 جاي مايستر ميساك ومغنية الأوبرا الرائعة سوزان حداد مع نخبة من الموسيقيين المحترفين والأساتذة. نعم. ورح نختم بتحية من مشتى الحلو للمبدع والعبقري كليمون وردي مع المايسترو عدنان فتح الله الرائعين المغني ليندا بيطار سناء بركات وهيبة فهمي. نعم نعم هيك يعني برنامجنا. وإلا أكيد نحن منشوف حالنا فيكم، منشوف حالنا بمواهب المشتى وكتير حلو ورشات العمل يلي عم تستفيدوا منا من كل يمكن حدا مشارك بهي المهرجان. نحن بدنا نتمنى لكم كل التوفيق، تحيتنا الكتير كبيرة لكل حدا مشارك بالمهرجان، لكل حدا كان له يد بنجاح المهرجان، وإن شاء الله بيستمر لسنوات عديدة وكتيرة أيضا. وأيضا بدنا ندعي أكيد كل المشاهدين وكل حدا عم يحضرنا يروح ويشوف المهرجان يلي هو بيعكس هي الثقافة يلي موجودة عند أهالي المشتى. تحيتنا الكبيرة لكم وائل صباغ، شكرا كتير كتير لك. لكم بالشام شكرا شكرا موفقين. شكرا لك وتحية لكل المتواجدين من فنانين وأيضا من مشرفين، وأكيد هاي الجهود رح نلمسها بالأيام القادمة ورح نشوفها من خلال التغطيات أيضا لمهرجان المشتى. شكرا لك ونتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لكم، شكرا لدعمكم ولاهتمامكم، الله يخليكم. هلا وائل، باي باي. سلامات، تحياتي، باي باي، شكرا.